عشان ابو محمد هو اللي سجل. انني سعيد احتويك يا حبي لهن صراوي منقطع جاهز. طيب يلا يا طلال اكسر الكونكت، والروم الرسمي يقدم لك هدية بطاقة شحن بقيمة اكسر الكونكت بس ولا يهمك، الروم الرسمي ما بيخليك ابد. يلا قيمة الكونكت تقريبا 200 ريال والروم الرسمي يقدم لك. والله انكم تحفة. نعم يا رجل احنا ملح الدنيا يا رجل، احنا النصراويين والله من ملح العالم كله يا رجل. خل عنك بس اضرب بقوة ولا احد يضرب عنه كذا بتتعذب يا رجل. تعزيز والله ما عارف اضرب بقوة. اي اقوى اقوى. اضرب بقوة يا ايش اسمك يا طلال. لا ما هو على اسفنجة، انتوا حاطين على اسفنجة. نزله في الارض يا طلال. اذا على اسفنجة شيل اسفنجة ونزل في الارض. ما عليك عادي الفرشة وردية عادي ما عندك مشكلة. يا حليلة مبسوط. لنقتدي بهذا الطفل. طلال راح يجيب طاولة ولا راح يجيب بلك ولا ايش الوضع بالضبط؟ ايه هذا وتكسر. اضرب ثاني مرة جميع اللي انضموا لنا بهذا الروح. ترى بيضرب يدك يا منها. يا حلو يا ناس. عليكم السلام. ويلكم ابو الشرف فله. اخوي كسر هناك حط له صوم يا شباب. ايش شايفنا هذا قاعدين نعرض كامات يوم يقول صوموا صايمين ولله الحمد اللهم لك الحمد. طفى عندي الكام. يلا من عيوني يا اصبر ابشر. اوكي اصبر. أحسنت يا أستاذ إبراهيم. أنت العاقل يا إبراهيم. طيب نزل يا إبراهيم. إبراهيم نزل خلني أشوف هذا. نزل بالله بالله إنك تنزل. نزل يا شيخ ترى الدعوة. طيب ارفع هذا.